يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا الدعاء وهو اللهم أعطنا مثل إيمان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، هل هو من الاعتداء في الدعاء؟ نعم، مثل إيمان النبي صلى الله عليه وسلم أو مثل إيمان جبريل، هذا لا شك أنه سؤال شيء ما تصل إليه ولا تستحقه. تسأل منزلة النبي في الجنة مثلها؟ هذا لا، اسأل الله مثل الصالحين ومثل المؤمنين فقط. نعم.